انا بشوف ان الكورال هو عباره عن الدنيا بس بشكل مصغر. ناس بتطلع وناس بتدخل، ناس بتتولد من اول وجديد، ناس بتصاحب، ناس بتفارق، ناس بتسافر بره لكن بيفضلوا معانا. ده على المستوى يعني المستوى الانساني. على المستوى الفني لا، بنحاول انه كل شويه نعمل نقله مع الولاد، بنحاول انه مرات كتيره نجيب حد يدرب الولاد، احنا نروح نشارك مع فرق، انه ما نعرضش بشكل طول الوقت انه لا نقف نغني، لا مرات بنعرض حاجات فيها دراما، فيها حكي، فيها شويه تمثيل. كل ده بيسري الولاد وبيسري العروض بتاعتنا يعني.